السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لجوجل سيرش اللي هو الجزء الثاني، يعني مثلا لو نبحث على نادي أو يكون نادي مثلا الزمالك، بتيجي هنا الأبحاث فيها جزء مثلا كل الأخبار الخرائط والصور والفيديو والمزيد. بيخش هنا بنعرف بقى هنا بيديك الايه النتائج اللي هيلعبها في الفترة الجاية، وبيديك لمحة عنه عن طريق موقع ويكيبيديا وبعض الأخبار الرسمية الموجودة في أشهر المواقع. ولكن هنا بقى بيجي هنا الأدوات، بحث بخش على الأدوات، هنا بيجيب اللغة اللي أنت عايزها، أو هنا في التوقيت لو أنت عايز تعمل آخر ساعة بتبحث عن آخر ساعة بيجيب لك الأخبار اللي هي في آخر ساعة، وهنا نفس الكلام آخر 24 ساعة آخر أسبوع لو أنت عايز حاجة مخصصة. يعني انت ممكن تجيب من 2005، بلاش 2005 عشان ميبقاش بعيد او كده، 2010 الى 2010 وانتقال، بيجيب لك الاخبار اللي حصلت في 2010 اهي. يعني بص اهي 7/8/2010، تمام. كان في ساعتها جماهير والكلام ده والصور وقصص ورواية، وكان الموقع طبعا يلا الكرة اللي هتفتكروه. الزمالك يخسر من صد القطري في نصف النهائي كأس العالم، تقريبا كأس العالم، مش عارف هو راح كأس العالم ولا لا، معرفش. هنا عبد الواحد السيد وهكذا. كان طبعا بتبقى تجيب حدث معين في تاريخ معين. بيخش على ادوات تاني، احنا طبعا بالنسبه لنطاق مخصص خلاص. هنا جميع النتائج، وهنا محو، يعني انت عايز تشيل نتيجه معينه لو انت عايز تزيل نتيجة معينة. هنا بقى في المزيد دوت بيبقى فيها بقى كتب بي دي اف، لو كتبت مثلا اي كلمة مثلا فيلم او اي حاجة وبتحملها بي دي اف، في ناس بتحملها بي دي اف بتظهر عندك هنا في الايه في المزيد، فبتظهر عندك في المزيد. وان شاء الله في الايه الحلقات الجاية هنشوف بقى موضوع البحث المتقدم ديت، ونشوف الحاجات الاخرى في جوجل سيرش. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.